حتى رأس مال. بالنسبة للتجربة العمانية طبعا كم نقطة بس بذكرهم. أولا السلطنة لنا الفخر أنه في وظائف معينة كان نستعين فيها يعني بالأجانب تم تعمينها بالكامل. يعني اليوم يعني لنا الفخر لما تزور السلطنة بتشوف الشخص اللي يقود السيارة عماني، الشخص اللي يفتح لك الباب وانت داخل الأوتيل العماني، الشخص اللي يستقبلك في الاستقبال الأوتيل العماني، المدراء الفنادق والخدمات، كلها وظائف هاي تم تعمينها تماما. وهذا إنجاز كبير إن تتغلب على عقدة إن الوظائف الدنيا أنا والله مواطن ما بعملها. إحنا تغلبنا على هذا الموضوع صار لنا أكثر من 5 أو 10 سنوات الحين في السلطنة، وتجربة رائدة جدا. هذه النقطة. النقطة الثانية بالنسبة للشركة، إحنا طبعا لا يمكن استغناء عن الموظف الأجنبي بأي حال من الأحوال، لأنك تشتغل مع تكنولوجيا معينة صعب وجودها محليا وصعب وجود كوادرها وكفاءاتها محليا. وبعدين وجود الموظف الأجنبي يعطيك التنوع اللي أنت محتاجه أصلا عشان تبني الخبرات وتبني فكر مختلف شوي عن الفكر المحلي. بس المهم جدا اللي نعمله إحنا بالشركة إنه ما في موظف أجنبي يدخل داخل الشركة أو داخل السلطنة إلا إذا ثبت رسميا إنه ما في أي موظف عماني يمكن يقوم بهذه المهمة. يعني إحنا لما في الشركة يعني نحب نجيب موظف أجنبي لازم نروح للوزارة النفط والغاز نثبت الوزارة إنه ما في موظف عماني حاليا في الشركة أو خارجها ممكن يقوم بهذا العمل، ومن ثم تتم الموافقة ونستجلب هذا الموظف الأجنبي. لدينا المجال مداخلتين فقط. الأخوان اللي عندهم الميكروفون، فيه الأخ هنا والأخ. نعم تفضل أخي. حسن العرج، بعد الشكر لمؤسسة الفكر العربي، طالما عم تتحدثوا عن أهمية القدرات البشرية ورأس المال البشري، يمكن السؤال موجه أكثر للمؤسسة من المتحدثين. شو ممكن تقدم المؤسسة من منح دراسية لواحد يكمل ماجستير ودكتوراه ببلدان الأوروبية والأمريكية؟ خير إن شاء الله. أنتقل للمداخلة الثانية. أنا أترك سؤالك للأخوان في مؤسسة الفكر العربي للإجابة عليه بعد الجلسة. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فهد العرابي الحارثي من السعودية. أنا بذكركم ب يعني كلمة لأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى يؤكد فيها أنه فيه أكثر من 70% من الأميين العرب ما بين سن 15 و29، الأمية الهجائية. أما الأمية التقنية فحدث ولا حرج. احنا نعرف انه مع الاسف الشديد مشكلتنا في العالم العربي هي التعليم وتهيئة الكوادر البشرية، هذه هي المشكلة الكبرى والحقيقية. ونعرف انه جامعاتنا وكلنا درسنا في جامعات هي لا تخرج الا اشباح علماء وموظفين، وموظفين قادرين على غير قادرين على حتى اداء وظائفهم حينما يتخرج. ارجو الاختصار بالفكرة لان الوقت اطيب. انا اريد ان اخلص الان الى النتيجة اللي اريد ان اخلص اليها، وهو أنه أحس أنا أحياناً أنه في الدول العربية هناك دائماً نماذج أو مؤسسات مثل التجارب اللي عرضوها الإخوان، وهي موجودة في كل الدول العربية وفي أكثرها تقريباً، ولا أريد أن أشكك في جدواها ولا في أهميتها، لكن كأني أحس أن هذه النماذج موجودة للضيوف وللمؤتمرات. نعم. لما يجون أظن الفكرة وصلت أخي الكريم. أنا ذكرت أكثر من مرة على انتهاء الوقت، ولذا مضطر قاطعك الآن. أعتذر أشد الاعتذار إذا سمحت لي. يعتذر أشد الاعتذار من الأخوة والأخوات العدد الكبير من الأسئلة. أنا كما أشرت في بداية الجلسة أن هذه الجلسة ستكون جلسة شيقة مثمرة بإذن الله، وسيكون هناك العديد من المحاور التي لن نستطيع أن نغطيها في هذه في هذا الوقت القصير. نلخص هذه الجلسة بما أشار إليه الأخوان. استعرض الدكتور عبد العزيز الحر التجربة في بناء الإنسان، وأشار إلى أنه قرار استراتيجي وليس خيارا استراتيجيا. الأخت سلمى أشارت في تجربة دولة الكويت في مؤسسة البترول الوطنية إلى تجربة بناء القادة. الأخ شبير ركز على موضوع الابتكار وإيجاد البيئة المناسبة للعمل. والأخت رنا أشارت إلى مبادرة أردنية عالمية، حتى لا نتهم بغير ذلك، بإثراء التعليم. بذلك أتوجه بالشكر الجزيل للأخوة والأخوات،
وإلى الجمهور الكريم الذي أثرى هذا النقاش بذلك. ولا يفوتني أن أشكر مؤسسة الفكر العربي على إتاحة هذه الفرصة للأخوان والأخوات وإدراج هذا الموضوع الشيق المهم ضمن أجندة هذا البرنامج. أتوجه أيضا بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الملكي لحضور هذه الجلسة. شكرا لكم.